الله الرحمن الرحيم. أخواتي أخواني الصحفيين الأعزاء، أولا لازم أننا نترحموا على روح الفقيد زهير اللي كنعتبروه من واحد منا، الله يرحمه في هذا النهار والله يوسع عليه. طبعا الهدف من الزيارة اليوم ولا من هذا الاحتفال هو كيبقى احتفال تاريخي لمدينة الدار البيضاء، طبعا للمنطقة الصناعية ديال الحي المحمدي. كيف ما كتعرفوا أن الحي المحمدي له تاريخ، واليوم باش يعني ذكرى المياه ماشي ذكرى سهلة. المنطقة ديال الحي المحمدي عطات الكثير لمدينة الدار البيضاء، منطقة صناعية بامتياز، 41% ديال اليد العاملة تشتغل بهذه المنطقة الصناعية، وبالتالي ما يمكن إلا أننا نعطيوها المكانة ديالها. اليوم جيش مدينة الدار البيضاء طبعا يشارك في هذا الاحتفال طبعا من أجل دعم مزيدا هذه المنطقة. حقيقي يعني حسينا على أن كاين واحد التراجع ديال هذه المنطقة، واليوم كنظن على أننا خصنا نعطيوها المكانة ديالها التاريخية أولا، لأن تاريخ عريق، ومن هنا انطلقت الصناعة بمدينة الدار البيضاء. واحد مجموعة ديال المعامل كتعرفهم هذه المنطقة ومازالين فيها، منطقة طبعا تاريخية ماشي غير بالمصانع ديالها، ولكن بالفن ديالها، بالمسرح ديالها، بناس الغيوان اللي كلشي كيعرفهم. وبالتالي كنظن على أننا اليوم كفيل على أننا ماشي غير نحتفلوا بالمنطقة الصناعية، وحبذا لو أننا في كل ذكرى يعني نعاودوا نحييوا مناطق عديدة من مدينة الدار البيضاء، لأن كل منطقة اليوم في مدينة الدار البيضاء لها تاريخ، لها مكانة، لها قيمة، يا تراثية يا تاريخية يا يعني صناعية كيف ما كنشوفوا اليوم. فالحمد لله ما يمكننا إلا نكونوا مفتخرين أن الدار البيضاء هي القلب النابض بوغ ليكونومي، أن بول ايكونوميك بامتياز. وبالتالي اليوم كنظن على أننا لازم نخرطوا، حنا هادشي كله بغينا نعطيو للشباب المكانة ديالهم، بغينا نعطيو للشباب أنهم ينخرطوا في الحياة الاقتصادية وينخرطوا في مجموعة ديال الميادين، وبالتالي نقلوا من نسبة البطالة داخل مدينة الدار البيضاء، وكل واحد يلقى بلاصتو، لا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية الثقافية ولا السياسية وغير ذلك. أولا هي ماشي من غير منطقة الحي المحمدي، اليوم كاين برنامج غادي تشوفوه إن شاء الله في البرنامج التنموي لمدينة الدار البيضاء. أولا طبعا الحفاظ على الهوية، غادي تشوفوا واحد البرنامج يعني هائل جدا، وهو الحفاظ على التراث ديال الحي المحمدي ككل. فكاين واحد المشروع مع الوكالة الحضارية اللي اليوم هو في طور التوقيع، اللي غادي يعطي كتشوفوا واحد لي بلوك اللي اليوم هما يعني دخلوا للتراث، وضيق الصناعة ديال المدينة الدار البيضاء كلها انطلقت من هاد لي بلوك، لأن كانوا كيديروا الأحياء الصناعية وكانوا كيديروا بالجوار مساكن لكل الصناع اللي كانوا كيشتغلوا تما، وبالتالي بغينا نردوا هذاك التراث، يعني نخليوا هاد التراث أونكري، تتوليو زيارات ميدانية للأطفال التلاميذ يعرفوا شنو هي المنطقة الصناعية وشنو عطات، لأن سيتي تخي بيان بونسي، ما كناش كنخمو غير كيفاش نحيو الصناعة والاقتصاد مدينة الدار البيضاء، ولكن كان هذاك الجانب يعني الاجتماعي اللي كنخمو في الناس اللي كتشتغل في اليد العاملة، كان تقريب ديال المبيت والسكن في داخل هاد لي بلوك. وبالتالي كنظن على هاد النظرة الشمولية اللي كانت هادي 100 سنة يعني خصها تبقى وتحيا ونعطيوها المكانة ديالها.